سبوز ان الباسيلا زوستر فيروس انفكشن طفل عنده تشيكن بوكس تمام والبريجننت دي جالها هيربس زوستر يعني جالك واحده في العياده بريجننت وجالها هيربس زوستر هتصرف معاها ازاي؟ طبعا يبقى في سؤالين مهمين اولا في ريسك في ريسك زياده على المازر بان هي حامل البريجننت فيرسز نان بريجننت وهل في خطوره على الفيتس اكشوالي الهيربس زوستر في البريجننت في ميل تعامله معاه عادي جدا زيها زي النون بريجننت في ميل تمام؟ هيب الزوستر في بريجننت في ميل مفيش خطوره على المازر ومفيش خطوره على الفيتس. طيب هندي اسايكلوفير ولا لا؟ لو البريجننت في ميل في الفيرست ترايمستر بلاش تدي اسايكلوفير اللي هو كاتيجوري دي لكن لا يستحب ايه ان احنا ندي كاتيجوري بي في الفيرست ترايمستر لان دي بيريود اوف اورجانوجينيسيس وممكن تعمل لي تراتوجينيسيتي. اما لو البريجننت في ميل جالها هيرب الزوستر في السكند او الثيرد ترايمستر انا هنا ممكن ادي اسايكلوفير. فاول حاله خرجناها هي بريجننت في ميل جالها هيربس زوستر تعامله معاها عادي جدا اكسبت لو في الفيرست ترايمستر بلاش تديها اسايكلوفير. يبقى دي اول حاجه خرجناها من المحاضره بتاعتنا واحده بريجننت معاها هيربس زوستر. طيب واحده بريجننت في ميل وكلكم طبعا دكاتره اغلبكم دكاتره في ميل وبعضكم ممكن يكون حامل وتعامل معاها تشيكن بوكس في العياده. واحده بريجننت في ميل وتعاملت مع حاله هيربس زوستر او حاله فارسيلا في العياده دايما السؤال بتاعها على طول مباشره بتكلم معاها بقول لها جالك تشيكن بوكس او فارسيلا قبل كده؟ ودي تقريبا اغلب الحالات اللي هي في سن البريجننت في ميل او المالد في ميل 20 30 سنه غالبا جالهم تشيكن بوكس قبل كده. لو البريجننت في ميل بتاع اللي تعرضت لحاله فارسيلا تمام او هي واحده مستنيه حمل او ويتنج فور بريجننسي تعرضت لفارسيلا وكان عندها باست هيستوري اوف تشيكن بوكس مفيش اي خطوره عندها خالص من ان هي تتعرض للفاريسيلا العادي جدا. لو هي حصل لها انفكشن بالفيروس هيجيلها هيربس زوستر وهنتعامل معاها هي زي حاله هيربس زوستر عادي جدا. المشكله ان في بريجننت في ميل اكسبوزد للتشيكن بوكس او فاريسيلا وبتقول لك انا مش فاكره جالي تشيكن بوكس ولا لا او بتقول لك انا متاكده ان ما كانش عندي تشيكن بوكس قبل كده. العينه دي لو اكسبوز لحاله فاريسيلا واحده بريجننت اكسبوز لحاله فاريسيلا وما جالهاش فاريسيلا قبل كده او مش عندها تدي ديفينيت هيستوري انا كده في فيتال اند ماتيرنال ريسك لازم اخلي بالي منها واخلي بالي من الفيتس. وهنا لازم ادي اسايكلوفير او فاريسيلا زوستر اميونوجلوبلينز ما ينفعش ابعتها للبتاع الناس بتاعتي تقول لي لا عشان هي حامل ما ينفعش ادي اسايكلوفير او فاريسيلا زوستر اميونوجلوبلينز. يبقى احنا خرجنا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه اللي هي بريجننت في ميل اكسبوز لفاريسيلا وعندها فاست هيستوري تشيكن بوكس مفيش اي مشكله فيها خالص. طيب في حاجه مهمه جدا ايه هو الاكسبوجر للانفكشن الماتيرنال والفيتال ريسك وايه هما الانفستيجيشن اللي هنعملها والتريتمنت. طيب ايه هو الاكسبوجر واحده قاعده في العياده بريجننت وبتتعامل مع حالات فاريسيلا ايه هو الاكسبوجر للانفكشن؟ لو هاوس هولد كونتاكت ابنها عنده تشيكن بوكس وهي حامل او راحت لاختها او حد من قرايبها واختلطت بطفل لمده ساعه في نفس الاوضه والطفل ده كان عنده فاريسيلا او هي قاعده بتكشف في العياده وفيس تو فيس كونتاكت مع الاطفال البريجننت في ميل دي اللي حصل لها كونتاكت مع حاله تشيكن بوكس انا هعتبرها خدت الانفكشن خلاص ولازم اتصرف مباشره تمام. طيب افهمها الريسك في فيتال ريسك وفي ماتيرنال ريسك. الفيتال ريسك ان الفاريسيلا في البريجننت في ميل بتكاري ريسك اوف نمونيا او نمونايتس تقريبا بنسبه حوالي 20% والمورتاليتي ريت الى حد ما بيبقى حوالي عالي شويه حوالي 10% فخلي بالي ان في ماتيرنال ريسك في نمونيا والمورتاليتي ريت بتاعي الى حد ما عالي. طيب ايه هو الفيتال ريسك؟ الفيتال ريسك هيعتمد على البريجننت في ميل دي اكسبوز لحاله فاريسيلا في انهي ترايمستر. انا ما بقدرش احفظ الجدول ده او الالجوريزم ده لانه بيتنسى شويه لكن ان جنرال لو بريجننت في ميل اكسبوز للفاريسيلا في الفيرست او في السكند ترايمستر الانسيدنس اوف فيتال افكشن نادر الانسيدنس نادر لكن خطر وبيعمل لي حاجه اسمها كونجنتال فاريسيلا سندروم بيبقى في سكارز في السكان في برين افكشن في اوكلر افكشن. لو واحده بريجننت في ميل اكسبوز للفاريسيلا في الثيرد ترايمستر دي يمكن يعني اقل فتره فيها خطوره على الفيتس. هنا ممكن الطفل اتولد عنده نيونيتال فاريسيلا طبعا الانكوبيشن بيريد اسبوعين ثلاثه يعني لو ثلاث اسابيع قبل ما تولد تعريض الفاريسيلا هتاخد الفيروس هتنقله للطفل هتولد هيكون هو خلص الانكوبيشن بيريد ظهر عليه فاريسيلا. طيب او الطفل يقول لي انترا ترايم فاريسيلا او تشيكن بوكس
ويتولد وهو في النيونيتا في الانفانتايل بيريود او التشايلد هود بيريود يجي له هيربس زوستر. وده بيفسر ليه بنشوف حالات انفانتايل وتشايلد هود هيربس زوستر ما ينفعش يجي له هيربس زوستر الا ما يكون عدى على الفاريسيلا. طب هي بتقول لك ما جالوش فاريسيلا بعد الولاده يبقى جالها جاله انتراكتوران ايه؟ فاريسيلا. طيب اخطر فتره بريجننت في مين اكسبوز الفاريسيلا او خدت الانفكشن خمس ايام بيفور ديليفري او خمس ايام افتر ديليفري. دي اخطر فتره الانسيدنس اوف فيتال انفكشن عالي والكومبليكيشن عاليه. الطفل ده ممكن يتولد تاني هي جالها اسبوع قبل الولاده. معنى كده ان هي خدت الفيروس والاميون سيستم لسه ما طلعش الميونوجلوبولينز تو بروتكت الفيتس. فاكشوالي كده الفيتس خد الانفكشن ما عندوش سبيسيفيك الميونوجلوبولينز جايبها من المذر تو بروتكت اجينست انفكشن او تقلل السيفيريتي بتاعت الانفكشن. وبالتالي الطفل هيجيله فيتال ديسمينيتد نيونيتال انفيرسيلا والمورتاليتي ريت بتاعه هنا حوالي 20% من الايه من الحالات. طيب اكشوالي مفيش ابورشن بيحصل نتيجه الاكسبوجر للفاريسيلا. مفيش ابورشن ريبورتد من الاكسبوجر للفاريسيلا. هل هقعد اضيع وقتي في الانفستيجيشن اشوف الطفل افكتد ولا لا؟ اكشوالي السونار والامنيوسينتيزيس والسيرولوجي لا سبيسيفيك ولا سنسيتيف. حضرتك ما تقعدش بقى تضيع وقتك الفاضي وابدا عليك على طول مع الايه مع الحاله البريجننت اللي اكسبوز للفاريسيلا. طيب نرجع تاني بريجننت فيميل with significant exposure خدت هيستوري قالت لي فيس تو فيس كونتاكت هاوس هولد كونتاكت او انا عايش معاها في المكان حصل significant exposure العيانه عندها باست هيستوري فاريسيلا روحي ما فيش اي ريسك خالص. العيانه ما عندهاش باست هيستوري لفاريسيلا ما خدتش تشيكن بوكس او العيانه ده هي مش عارفه تديكي ديفينيت هيستوري على طول انيشيت التريتمنت مع العيانه ده هي يا اما تدي لها اسايكلوفير 800 خمس مرات في اليوم لمده اسبوع ويمكن الريجيمنت ده ماشيين عليه في اليو كي بينما لان ما عندهمش فاريسيلا زوستر امينوجلوبولينز او في خلال اربع ايام ادي لها فاريسيلا زوستر امينوجلوبولينز تو بروتكت المذر وبروتكت الايه الفيتس. في اليو كي ماشيين بالاسايكلوفير وده يمكن انسب عندنا في مصر شويه. في اليو اس ماشيين بالفاريسيلا زوستر امينوجلوبولينز. الاظرف في الموضوع ان الاسايكلوفير كاتيجوري بي مع البريجنسي الفاريسيلا زوستر فيروس كاتيجوري سي مع البريجنسي. فانا ببيل الى حد ما ان انا دي سيستميك اسايكلوفير خمس مرات في اليوم لمده ايه اسبوع. لكن خلي بالكم النقطه دهيت هنركز عليها تاني. دي جالها خمس ايام قبل الولاده وخمس ايام بعد الولاده ما لحقتش تطلع امينوجلوبولينز تو بروتكت الفيتس. يبقى العيانه دي ممكن اعمل لها ايه؟ ممكن اقول لها اخري الولاده شويه لحد ما تطلع نيوترايزنج اوتو انتيبوديز تو بروتكت الفيتس وبعد كده يبقى انا قللت الريسك على الفيتس. يعني من تاني خمس ايام قبل الولاده خمس ايام بعد الولاده لسه ما طلعتش امينوجلوبولينز. اقول لها استني الولاده اسبوع او 10 ايام تطلع لك امينوجلوبولينز تو بروتكت الايه الفيتس. فالعيانه دي سبيسيفيكالي لها حاجه زياده خمس ايام قبل الولاده خمس ايام بعد الولاده جالها فاريسيلا تمام ودي اخطر فتره على الاطلاق. مباشره هدي الام اسايكلوفير او فاريسيلا زوستر فايروس وناجل الولاده اسبوع او 10 ايام. حضرتك الولاده العيانه ولدت على نفسها وما عرفتش اجل الولاده هعمل ايه؟ اول ما ينزل الطفل هدي مباشره واقعد اتابعه اسبوعين ثلاث اسابيع اللي هما الانكوبيشن بيريود تقريبا بتاع ايه الفاريسيلا. لو ظهر على الطفل المانيفيستيشن بتاعت الفاريسيلا معنى كده ممكن يخش في اخطر كومبليكيشن اللي هو ديسمينيت النيونيتال فاريسيلا وساعتها هديله انترافينس ايه اسايكلوفير. وانا كده شكرا لحضراتكم. معلش هو هتخلي الكوشه بس في الاخر عشان الفايل عشان البرتغالي دلوقتي اخر سؤالين تبع الكويشن انسر وبعد كده ان شاء الله الثلاث حالات بالجوائز باذن الله. السؤالين دول هنسالهم زميلنا العزيز من فودا. سؤال فيهم الانتراليجنال استرويد استخداماته يعني هل هو فاليبل فعلا الناس في حاجات كتير في الجلديه عندنا في ناس بتخاف منه شويه في ناس بتنساه شويه. والسؤال الثاني حاجه بتجيلنا دايما كتير قوي من البنات او الستات يقول لك انا عندي حرقان فرق راسي او وجع فرق راسي سواء لوحده او مع التسريح هل دي ليها مسمى معين هل دي تبعنا احنا نعالجها ولا تحاول لحد اليوم؟ فدكتور كلية مشكورا هيجاوبنا سريعا في استعسالته ان شاء الله. شكرا يا دكتور محمد وشكرا ليكم ان انتم مستحملين لغايه الساعه دي ربنا يكرمكم. طيب احنا اخترنا الانتراجين سترويد علشان هو حاجه بيزك
وما فيش دكتور جلديه ما ينفعش يحقن الانتراجيا السوريين في عيادته. ممكن ما يعرفش يحقن فيلر، ما بيعرفش يحقن مثلا فيلر، بس ما ينفعش دكتور جلديه ما يعرفش يحقن انتراجينال استرويد. طبعا الكورتيزون ده كان اول حاجه حقنوها لغايه لما ظهر بعد كده الترايامسونون اسيتونايد اللي هو دلوقتي كلنا بنحقنه. طيب الترايامسونون اسيتونايد دول المنتجات اللي موجوده عندنا في مصر. طيب لو ما فيش طريقه امسلون وكان ناقص فتره كل طريقه امسلون كان ناقص في مصر، ينفع احقن حاجه ثانيه؟ ايوه ينفع، ممكن احقن بيتاميثازون، ممكن احقن ديكساميثازون، ممكن احقن ميثايل بيرميثازون اسيتيت، وممكن احقن هيدروكورتيزون. ده اسيتيت ده مش موجود عندنا في مصر، اللي موجود عندنا في مصر السيلوكورتيف اللي هو هيدروكورتيزون ساكسينيت. طيب ايه الانديكيشن عندنا في الجلديه بتاعت الانتروجين كورتيكوستيرويد؟ طبعا الكلويد، الليفيش رياتا، نيدوليسيستيك اكني، جرينوما انيلار، جرينوما فاشيال، هادمنسا بيوراتيفا، نيلس رايسز، بورايجو نيدولاريز، فيتيليجو، ديسكويد اللي ايه، لايكن سيمبركس كرونيكاس، هايبرتروفيك لايكن بلانوس، ريزيستنت اورال بنفوغاس. وزمان كانوا بيحقنوا الفونتاني هيمانجيوماز انتروريجنال استرويد، بس بعد الاندرول والتيمولول ما بقى ده ايزر ما حدش عاد بيحقن خالص هيمانجيوما. طيب ايه الادمنستريشن؟ بحقن قد ايه وبحقن كل قد ايه؟ ده مهم جدا دكتور الجلديه لازم يعرفه. المفروض انا في كل سايت بحقن 0.1 to 0.2، وبين كل سايت في انجكت بين كل سايت وسايت اتليست 1 سنتي. التوتال دوز بتاعتك ما تعديش 1-2 مللي بردوز. هي اصلا الحقنه الترايامسولون، خلينا نتكلم بقى على الترايامسولون، هي الحقنه 40 مللي جرام في 1 مللي. فانت سيادتك لو عندك مثلا كلويد او هايبرتروفي سكارز، او عندك عيان مثلا مالتيبل باش بتاع البشيريات وعايز تحقنه كله، لا ما ينفعش تزيد عن حقنه واحده او حقنتين على الاكثر. طبعا مش هيبقى في حالات البشيريات اكيد يعني. طيب ممكن نحقن فورست لينس على حسب برضو الديزيز اللي انا عايز احقنه، وممكن احقن دايليوتد سواء بيتا لاين او بلوك انسيتك، ممكن ريبيتد مانثلي. ودي مهمه من فضل حضراتكم، لما يجي لك عيان سبيشال الفيشيا رياتا او نيدوسيستيك اكني او وات ايفر، اوعى تحقنه الا كل شهر. كل شهر تقول لعيان تعالى لي بعد شهر، يقول لك اه قول له هو بعد شهر، وانا هوريكم الناس محقونه بعد اسبوع. طيب الكونسنتريشن في حسبه كده انا رفلي كده انا بحسبها وتطلع معايا صح. طيب انا عايز اعرف مثلا اخفف قد ايه، يعني اسحب قد ايه طريقة امسلون واسحب قد ايه سلايب او لوكال انستيس. حضرتك عايز تحقن مثلا الالبيشيا رياتا، خلينا ندي مثال على الالبيشيا رياتا. الالبيشيا رياتا مثلا بحقن 3-5 مللي جرام، 3 مللي جرام ده هيبقى في الفيس مثلا في البيرب او في الموستاش، و5 مللي جرام ده في الاسكان. حضرتك الحقنه فيها 40 مللي جرام، هتقوم قاسم ال 40 على 3 هيديك مثلا 8، يبقى انت بتحقن او تخفف 1-8. هتسحب مثلا 10 يونت في سرنجة الانسولين وتخفف وتحط كمان عليهم 80 وحده ثانيه سلايد او لوكال انستيس. هايبرتروفيك سكار طبعا هنحقن 10 مللي جرام، يبقى التركيز بتاعنا هنا كام؟ التخفيف كام؟ 1-4. الكيلويد 40 مللي جرام، يبقى كده هنا فور كونسنتريشن. كذلك هي الحسبه دي، احسب احفظ عايز تدي قد ايه مللي جرام، واقسم ال 40 مللي جرام على عدد مللي جرامات يديك النسبه اللي انت عايز او التخفيف اللي انت عايز تعمله. طيب ادي اهوت، ادي عيان البشيا رياتا. وانت بتحقن البشيا رياتا حضرتك لازم السرنجه السن بتاعها المشطوطه لازم تبقى فوق وداخل الترا ديرمال، لازم تبقى شايف وانت بتحقن. وان ما ظهرلكش اللي هو الوايت بليب ده، ظهر لك سموها كده نفيخه، اعرف ان انت تحت، اعرف ان انت سب كوتينيس. ادي برضو الاعيان المشكلات في الاكسفورد، ادي هوت. دي سرنجه طبعا سرنجات المستشفيات الجامعيه، ما بتجيبوش سرنجات مستورده، سرنجات عاديه. ادي الوايت بليب ده، لو ما ظهرش معاك اعرف ان انت يا اما سب كوتينيس يا اما فيري سوبرفيش. ادي برضو وايت بليب اهو، واضح ولا الصوره مش واضحه؟ طيب تمام. ادي عيانه اورال لايك البلاس، العيانه دي
كانت اتش في بوزيتيف وكانت بتاخد علاج. العيان دي طبعا ما عرفناش ان ده سيستميك سترويد او ما عرفش ان ده اي حاجه ثانيه، فحقنها انتراليجينال وان سيشن. العيان دي جت لي بعد 6 شهور او بعد مش فاكر دايما بعد 6 شهور، يعني رجع لها ثاني ريكرنت بعد 6 شهور من سنجل سيشن اوف انجكشن. ايه السايد افكت؟ طب خلينا دكتوره هبه بعت السايد افكت بتاع الانتراليجين سترويد البين. طبعا اي مانوفر فيها انجكشن هيبقى بين. اتروفي ده كومن جدا، هايبر او هايبوبيجمنتيشن، تلاجيتيزيا ويستريا، سكندري انفكشن. عشان كده اي انجكشن، طبعا دكتوره فاطمه كانت اتكلمنا على البودوس، اي انجكشن لازم مفيش اي اكتيف انفكشن سواء كان بكتيريال او فيرال او فانجر. سترويد اكني، هايبرتركوزس، تاكيفلاكسس. ولو انت حققت جرعه كبيره مثلا ده هيحصل عيان سيستميك ابسوربشن، دخلوا بقى دايبيتس وهايبرتنشن وبيبتيك انسوليشن. عند العيانه دي كان عندها هنا حته فاضيه في ال هو فين الليزر ده؟ دي كان عندها حته فاضيه في المنطقه بتاعت الفور هيبس اهي، وكان اهيت حضرتك شايفين الفيزابل فينز دي؟ شايفينها؟ واضحه ولا ايه؟ واضحه تمام. ادي كمان في الاي براوز اهي هايبوبيجمنتيشن واتروفي اهوت في الناحيه الثانيه هايبوبيجمنتيشن واتروفي. العيانه دي تتوقع مين اللي كان بيحقنها؟ مجرمه. ايه؟ واحده مجرمه. واحده مجرمه. العيانه دي كانت بتحقن نفسها. العيانه دي دخلت على جوجل لقت او حد قال لها انه الالبيشيات او الاماكن الفاضيه بتتحقن بسترويد، قامت جايبه الحقنه وقفت في المرايه تسحب من الحقنه فول كونسنتريشن وحقنت نفسها. الحقيقه الستات اللي زي دي بقى اللي بنسمع عليهم ان هم بيقطعوا ايه اكوازهم ويحطوهم في الاكياس. ادي طفل تاني اهوت، ودي حاله من حالات الدكتور احمد نوفل برضه فيزابل فيز اهوت، ده طبعا محقون دكتور حقنه دكتور جدي. ادي اهوت فيزابل فيز، حضرتك شايفين الخرطوم ده اللي باين ده؟ طيب ادي الطفل ده كان عندي في العياده. الطفل ده كان عنده الوبيشا يونيفرساليس، كان بيتحقن كل اسبوع. السبت مامت الطفل جات لي قالت لي يا دكتور احنا اتحقنت تقريبا 10 مرات، كان بيحقن كل اسبوع، كل ما تروح له كل اسبوع يحقن. اهو شايفين الاتروفي والهايبوبيجمنتيشن، شايفين الاتروفي والهايبوبيجمنتيشن. طيب ادي بقى سايد تاني برضه، الصوره دي بتاعت صديق الدكتور مصطفى شاهين كان حاططها عندنا على جروب ازهر دمياط. ده تايل السيدرماتايتس. انا عمري ما شفت دكتور بيحقن انتراجين سترويد في تويلت سيدرماتايتس. شايفين حركه الاتروفي والهايبوبيجمنتيشن. طيب ادي عيان تاني برضو كان عنده كيلويد، فحقن مرتين كده ورا بعض برضو بعد اسبوعين، فحصل له ايه؟ اتروفي وهايبوبيجمنتيشن. اتروفي وهايبوبيجمنتيشن. ادي طفل كومن جدا للاطفال اللي بياخدوا الديكساميزون انجكشنز، عشان دكتور اطفال دلوقتي لو الطفل سخن ولا حاجه بيقوم يديله مع الانتي بايوتيك او بيديله مع النون ستيرويد اللي يديله كمان ايبيدرون. ادي اهوت اتروفي. ادي العيانه دي كانت جايه لنا العياده، دكتور اسلام كان نايب معانا وكان موجود سنجل هايبوجمنتد باتش على المنطقه دي. نيجي نقلب فيها في اي اماكن ثانيه مفيش خالص غير السنجل هايبوجمنتد باتش. العيانه دي لو انت حضرتك سالتها انت حقنا هنا حاجه، كان عندك هنا كيس زلالي اللي هو هايبوجمنتيشن بعد بيحقنوا الجماعه بتوع دكاتره الجراحه والعظام بيحقنوا فول كونسنتريشن للسيمبل جنجل. طيب الاتروفي افويد ازاي؟ ان انا تو جريد فوليوم، انت حضرتك ممكن تكون حقن مظبوط، حقن في المكان الصح، حقن انت درما بس حاطط فوليوم كبير. ممكن تو فريكونت اللي احنا زي ما شفنا الولد ان هو كان بيحقن كل اسبوع. تو سوبرفيشال ان انت برضه لو حتى لو انت حاقن درما الاتروفي برضه هيبقى موجود. لا زود كده يا احمد هي هم لا فيه خلاص مش مشكلة. طب خلاص مش مشكلة محمد، السؤال التاني عشان الوقت.